ألو شرطة، من مضام إذا؟ هنا على مستوى مركز المكالمات يتلقى عون الأمن اتصالا هاتفيا بخصوص سرقة أحد المنازل. في الحين دقوا نجوا للطلب تاعك. مباشرة يتم توجيه الفرقة الجنائية المختصة للمكان المحدد. بعد المعاينة الأولية وباستعمال الوسائل العلمية، يقوم فريق العمل برفع البصمات من مكان الجريمة. تعتبر دعم تقني وعلمي لا يستهان فيه في مجال حل الجرائم، وأيضا دعم أيضا للمصلحة المحققة، إذ تزودها بجميع القرائن والدلائل اللي توضع في الملفات القضائية لتعتبر مستندات الإقناع. مكتب التحليل الجنائي للشبكات الإجرامية الذي ينشط في مجال السرقة بتلك المنطقة من جانبه يقوم بتحديد العديد من المشتبه فيهم. فيما يتعلق بالقضايا المطروحة على الفرق المحققة، يتعلق الدعم تاع خلايا التحليل الجنائي العملياتي في تقديم دعم تقني من خلال استخراج الروابط اللي تربط بين الأفراد ضمن يعني مجموعة منظمة أو السمات الفردية لمختلفي مختلف الجرائم. بعد وصول البصمات للمحطة الرئيسية لتحقيق الشخصية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، يقوم الفريق باستغلال البصمات ومقارنتها مع بصمات الأشخاص المشتبه فيهم المحددة سابقا. بعد التحقيق المستمر مع المشتبه فيه وبعد مواجهتي بكل القرائن والدلائل التي توصلت لها مصالح الشرطة، تم الاعتراف أخيرا بكل التهم المنسوبة إليه، وأيضا دلنا على المكان الذي أخفى فيه الصندوق الحديدي. الشاطئ الصخري وعلى بعد أمتار من هذه الصخرة ببرج الكيفان، هذا هو المكان الذي قام المشتبه فيه بإلقاء الصندوق. يشرع الفريق في عملية البحث والغطس داخل الماء لاسترجاع الصندوق الحديدي. بعد مدة زمنية من الغطس يتم العثور على الصندوق. تم استرجاع الخزينة الحديدية التي تم استيلاء عليها من داخل المنزل، وتم استرجاع عائدات السرقة. عملية تم خلالها التنسيق بين مختلف فرق الشرطة القضائية مكنت من استرجاع المسروقات وحجز المقتنيات من عائدات السرقة التي فاقت قيمتها مليار سنتيم.